أنا شفت الصورة اللي مخبية وشفت أبوك شو كاتب على قفاها. ليك والله العظيم بتضحك وبشرب من دمك هلأ. أنت بتعرف إنه أنا وأبوك كنا صحبة بالفترة نفسها اللي انفقد فيها أخوك. ليك ولا والسوف، قول اللي عندك هلأ وحاش تقدم وتأخر. أحكي أحكي. أنا بقدر أوصلك مع حدا يجيب لك العصفور وخيطه. احتمال هذا الزلمة يقول لك كل شيء من يوم اللي انخطف أخوك، واحتمال كمان يوصلك لإله. والله العظيم يا وسوف، إذا بيطلع هذا الحكي كذب لحتى أنفيك عن وجه الأرض. وحياة أمير، بدي أحكي معك بالموضوع من يوم اللي شفت الصورة. هي شغلة إنسانية ما لها علاقة بحدا، وما لها علاقة إذا كنت عم بشتغل مع ملحم ولا مع بسام ولا مع الشيطان الرجيم. خلصنا يا أمير، رح يوصلوا الشباب. ومين بده يوصلنا لرأس الخيط؟ قصدك وديع؟ وديع الشوفي بشحمه وبلحمه. بوصلك فيه واسمع اللي عنده. وكيف بدك توصلني فيه؟ باخدك لعنده وبتجتمع فيه. يمكن يقدر يفيدك ويمكن لا، منجرب. إذا فادك تتركني بحال سبيلي وبتروح بتدور على أخوك، وإذا لا ساعتها بيكون هذا نصيبي، تأخذني وبتسلمني لملحيم. ليك أمير، الواحد مو قدران يشتري عمر من رب العالمين، بس هي كلها هي تحويشة العمر. خدها إذا بتفيدك بسيط أخوك، بلكي بحسنته رب العالمين بيكتب لي عمر جديد ساعتها. وين موجود هو؟ بجونيا، فاتح نايت كلب اسمه ماركوس. امشي امشي قدام خمره لعنده. أقسم بالله إذا بيطلع أنك عم تتبندق لحتى فضي هذا المسدس براسك، وما راح أستنى لا ملحم ولا غير ملحم. وحياة أمير على الغالي، وما تقول رخصت، ما خوزت معك بحرف، وملقاك بأخوك راح يكون على إيدي هدول منيح.